مدي ساعة 8 دقائق على FM أحلى راديو هذه العبية لا تجيكم انت وحتى للساعتين في برمجة صيفية. رجعت لكم وليد زريات كوتي ميكرو. نسلم برشا على اللي عوضوني الكل راجع حسن كيف لا ذات وليعت وطية ما عادش عودة ميمونة عدنا ولا عودوا احمد ومغسي بوكو راجع زنجير هي بالغايب وسام السعفي اللي عوضوني احسن تعويض. نسلم عليكم برشا فرحان برشا انه اليوم يكون موجود معايا في الحلقه الاولى الصيفيه بالنسبه لي انا حلمي بوزويت شعبيت حلموش. مرحبا وليد الحمد لله نسلموا برشا عليك الحمد لله. اول سؤال نسلوا انا دوب ما نرجع خليت بلاستي ولا ساعه اكيد معناها خليت بلاستك يعطيهم صحه كما قلت انت زملائك كل اللي عاودوك. لا انا كون نشكرهم انت كي تشكرهم تولي عباره تبيع فيا. ليه البارح انا راهو فما فازه قلت لهم انا في يلعب يلا متلمذ على يد وليد زريات ايه قالوا لي وهو ابو فذوح معناه ما يقول كل حاجه تصير معناه راهو يقولها فلذا انا مشيت في نفس التمشي. صحيت عمرك ما تبيع. لا اكيد صحيت صديقي الخيانه مش بايع. اكيد صحيت ربي بعدنا عليه دونك اجيني رابور مفصل معناه خياناتك الزويز اللي عندي لطفي بنطقه وجمال سيسي على ذاك ما جاوش هما اليوم ما غدو من هربي يميل بكوش في صدر دور دور وترجع القلب الرحاك ولا زعلي فرحان زاد انه تكون موجودة معنا اليوم زميلتي وصديقتي لويسال شيبي. عسام ويسال عسام وليد عسام حلمي شحوية لك ويسال سبا الحمد لله. خلوا لي بديت تتزلس في العبية ايه يلزم راه مع السيد هذا انتصرت ولا خسرت الحقيقة دزازت مش تنتقم الحقيقة البارح تعلم درس اللي هو ما عاش تسرع البزار به 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 اسمع العب يلا راو بتيت ابتيل وزو في صني يعني واحدة واحدة تبني العش متاعك دونك خليك متفائلة صديقتي اليوم حلمي نجم يكون مش فاطر دونك نجم تربح نقطة بيه سعيد يعني تعرف ما ناديه في كرشو اتوال 600 اتوال واحد ديس كود الفرحة كود يوصلك للألف دينار كاش يوميا 20 مليون زادة كان اسمك يخرج في القرعة الكبرى هذا كل من اهدات يصلي تونس نمشيو للروندة الأولى تنطلق من غير الملاحة سي بلال ميساوي عسام بلال عسام بلال عسام سي وليد يا سي بلال خويا غريب سي وليد يا خويا ربي فضلك شنو حوالك انت يا سي بلال عايش خويا عايش نحب نحب تحيه لصديقنا وزميلنا بلال ميساوي من خلالك هاكا نسمع الاسم وربي يجيب القسم عايش هاي حاضر يا سي بلال يعمل على ربي شنو حوال ساعة لومبوتياج في غار الملح لبيت الحمد لله بحق قاو حل تحسنت معناه واحد كيمشي يبحر يروح في وقته في الويكاند هذاك الامور كلها خمسة على خمسة الحمد لله هاي تربيا بليل اقعد معنا وتعلق تليفون نمشيو للقصرين فرح كرميزي ان شاء الله لقب صحيح شعورك يا فرح مرحبا فرح عسلامة مرحبا بيكم شنو احوالك يا فرح والله لاباس الحمد لله حاضرة فرح في القصرين ولا في تونس ولا وين انت تو لا القصرين بزكي تحية الاهلين الكل في القصرين تعرف اللي انا عندي برشا اصدقاء في القصرين في عين سلسلة تحديدا عايشك هاي حاضرة فرح حاضر طيب الفطور فرح ولا مازال طيب ايوه شنو الفطور اليوم خاطر انا اكسبريس سالتك السؤال هذا خاطر في بالي لحلمي مازال ما افطرش وكل ما حلمي تحقيق قدامه موضوع الماكله يفقد بين 20-30% من البيرفورمانس نتاعو دونك بما اني انا اليوم نحب نعاون شويه وسال فماشي ما ناثروا عليه طيبت اليوم يا فرح اش طيبت اليوم يا فرح شنو الفطور اليوم ايوه نقطه ضعف نقطة ضافو نأكد لك اليوم نلعبوا على المعنويات يا وسال مهم جدا استفزاز المنافس دمروني للأمانة كي تقول مقرونة قدام بلي يزيدها قولها بيش خل يزيد يفشل بيش المقرونة يا فرح بتجيز زيادة أنا أيمن ما تحبيش برشا يحب كان يحب الحم مش عملوا له يلا سيدي ننطلقوا في الروندة الأولى بليل فرح سويل 10 ثواني اللي يعطيني 3 إجابات صحيحة في أقل توقيت عنده حرية الاختيار يا يكون ضمن فريق حلمي بوزويتا وإلا ضمن فريق لويسال شابي نبدأ بك أنت يا فرح ليديز فيرست حاضرة فرح حاضرة التنهيدة ما عجبتنيش يا فرح لا حاضر أيوة. يلا فرح 10 ثواني صديقتي سؤال يقول يا فرح نعم سميلي 3 حاجات نلقاهم في القهوة قهوة هاي ماء هاي
دي. صحيت يا فرح، صحيت، حتى الكرسي والطاولة نقاوم رفقة. وي صحيت يا فرح. 5 ثواني 3 إجابات صحيحة، برافو فرح. نمشيو لبلال، يلا يا بلال. بلال يا بلال لازمك تجاوب في أقل من 5 ثواني يا صديقي بلال. السؤال يقول بلال، سمي لي 3 حاجات نلقاهم في إدارة. ستيلو ورام بابيد وراق ويكرو وورديناتور. هكا ويزفي البركة، 3 إجابات صحيحة، برافو يا بلال. في 6 الأوراق والبابي قعدت لي بين الفرنسي والعربي، ضيعت لنا على الأقل 3 ثواني يا بلال، أما كنت بتجاوب في سرعة قصوى أنت. آه يا بلال، يلا يا فرح لك الاختيار. فرح مغرومة بل انت كان يخيروك في يوم من الايام بين الصحافه، بين الصحافه وعلوم الاخبار، وبين هكا كونتابيليتي وسبور، اش تختار يا فرح؟ صحافه. سي حلمي قاري في معهد الصحافه وعلوم الاخبار، ووصال عامله سبور وعامله كونتابيليتي، معناها كي باش تختار شكون يعاونك هكا عندك فكره ببري. كان جاو أسأل فيهم هكا حسابات وكذا وشيء هكا عندك ويسال، كان حاجتك بالتسكي لتيرير حلمي. ولكن سديد النظر يا فرح شكون تختار؟ هاي مختار ويسال. تختار ويسال، مغرومة بالسبور فرح، تقولك العقل السليم في الجسم السليم، في الجسم السليم صحيح. دونك فرح مع ويسال، سي بلال معك، سي حلمي بوزويتا، ننطلق مباشرة في سؤال السرعة. وصال حلمي ديكم على البزر. السؤال يقول له، شنو قال يوليوس قيصر وقت طعن من بروتوس بالخنجر؟ حتى أنت يا بروتوس. حتى أنت يا بروتوس، وكانت أشهر طعنة في التاريخ، بما أنه صاحبه بروتوس كان يستنى فيه باش يجي يعاونه، ولكن عمك بروتوس قال له هيهات. مقصودة هدية؟ ها مقصودة هذه؟ ايه هكا باش كان واحد على سيلوتفي ولا حاجة. ايه هذوكم خليهم، هذوكم توا كما يقولوا فيها حصي لما في الصدور، وانتهى الموضوع على ذاك اليوم. ربي يسترهم. كي يحضروا السيودة هاك تشوف ريحته ما ثمش، غبروا الزوز ريحته ما ثمش، خليهم ما عندهم وين هاربين. يلا حلمي معك بليل، يلا يا بليل. بلبل يا بليل، افطرت ولا ما زلت؟ افطرت وليد، تسمع فيك؟ هيا به افطرت فطور. بديش افطرت ومشيت تقيل ولا عاج؟ لا افطرت فطر فطور. شطر فطور يا رسول الله، لا يجعلنا جرة يا بلال. هيا بلال ما يسالش مليون باهي فرهد زاد راهو. ها الحمد لله. هيا بلال معاك حلمي، السؤال هذا على نقطة 30 ثانية تتشاور انت وحلمي، تعطيوني الإجابة قبل ما يوفى التوقيت، وسؤال فيه اقتراحات يا بلال. السؤال يقول له، شنو اسم الملكة المصرية اللي أنجب منها يوليوس قيصر؟ الاقتراحات، نيفرتيتي، كليوباترا، ولا حتشبسوت؟ يا بلال بيه، تعرفش شنو اسم الملكة المصرية اللي أنجب منها يوليوس قيصر؟ حتشبسوت، كليوباترا، ولا نيفرتيتي؟ اعطيني اقتراحك انت، اعطيني معناها اجابه. اي كان ما عندكش صحيت صحيت كليوباترا. اي يا بلال انتهى التوقيت، جاوب نهايه يا بلال. اي جاوبني. وش بيكم خليتوا نيفرتيتي واللي هي كانت معروفه هكا جميله جدا؟ هما كلهم جميلات راهو عجيب. اي كليوباترا ديجا راهو يقولوا انه يوليوس قيصر، لا من الاوائل اللي عملوا كل المستحضرات نتاع التجميل، ويقولوا انها كانت تستعمل انواع نتاع حليب معينه تعمل بهم الحمام نتاعها. اي معناها مش عاديه كليوباترا، معناها وقت الفراعنه كلهم تبارك الله. ها وحتى اي ويقولوا حتى نهايتها كانت خايبه مسكينه. كيفاه يا بلال؟ يحبها برشا حبها برشا حبها. ريت الحب شي يعمل يا بلال. عنده مقولة شهيرة يوليوس قيصر زادة في التاريخ بار فاست حتى أنت يا بروتوس. عنده المقولة اللي تقول فيني فيدي فيتشي، اللي أتيت فرأيت فانتصرت. أيوة أتيت فرأيت فانتصرت فانتصرت. بلال
خويا. اسم الملكة المصرية اللي أنجب منها يوليوس قيصر بين نيفرتيتي كليوباترا وإلا حتشبسوت بوتليموس الخامس عشر، وهو ابن الملكة كليوباترا، والإجابة صحيحة. كليوباترا جواب صحيح. نقطة لعمك بليل، ما زلنا صفر من النقاط. الفرح ووصال ويلزم تعمل ما تعرف تفهم لي جوز اولمبيك على الاقل وصال وانت عامله سبور خلطة الاخرى برشا كيرا. دقيقة 90 دقيقة 90 تقول انت. يلا سيدي سؤال لولوي مرة اخرى. حلمي وصال، السؤال يقول شنو المصطلح اللي يطلق على العلماء كيف يهاجروا من بلاد لاخرى؟ برين درين، هجرة الادمغة. والله تبوا على كذا. لا 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 انا جبت تعرف بالعربي، يعني قلت برين درين هجرة الادمغة من بعد جاوبت في ثلاثة ثواني مازال ما وفاوش. لا لا انا راجع صارم صارم. هاي عز عز المخرجة قالت لي من ظلم فليس منا، ساعة من غشنا فليس منا. زيت من عندك انت وليت بشكل راه وباش تحكم فيا من الحلقة الأولى رجعها لنا دقيقة ساعة. بعد ياسر احنا في الوقت كنزلنا ولا كيفاه؟ لا لا هذا اشتعلق قبل. استنى استنى ما تشككش في البزور توا، خليني انا على الأقل نلقالك ثنية انت توا بطل علمي عندك انت توا ولا البزور ما عادش يخدم. تفضل سي هاني. عايش كزيد فضلك سي هاني. هاي بليه. حقيقة. وانا قلنا عادي. هو قلب الوقلية حبيت نتسبل له وانا ما شدوا عم غادي وانتي وانا مشيت لي للبزريات. هكا حربت على روحك. يلا بليل معك حلمي. 30 ثانية بليل سؤالي وصلك لله دور النهائي صديقي. السؤال يقول له. بليل. قول. كي نعطسوا. قديش تبلغ سرعة العطسة؟ الاقتراحات. 60 كيلومتر، 160 كيلومتر في الساعة، وإلا 260 كيلومتر في الساعة. يلا يا بلال. العطسة العطسة قديش السرعة نتاعها؟ عندنا ما بين 60 160 وإلا 260 كيلومتر. قديش سي بلال؟ 100 100 100. شوف ال 160 هاي. أنا ما عنديش الإجابة صحيحة. أنت التوقيت، أنت التوقيت حلمي. يلا بلال أعطيني الإجابة. 100 فماش 100 هو. هذيك هي 160 ولا 160 ولا 260؟ 60 ولا 160 ولا 260؟ يلا بلال. 160 شكون يفسكي معاك غادي يا بلال؟ فوسك شكون؟ اي 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 يا ما الاسم اللي بجنبك شكون؟ زوجتي. ربي يفضل لك. بما انه سي بلال قال لك انا افطرت شطر فطور، ها؟ شنو شطر الفطور هذا يا بلال؟ شطيبة الزوجة المصور؟ مقرونة زاد اليوم. فرح مقرونة وبلال مقرونة، مقرونة بايش يا بلال؟ بتجيها يا نعيمان. يا نعيمان. حلمي ما يحبش الدجاج، دونك على ذيك قعد في فورما ورا. الأسباب اللي خلت حلمي في فورما. دونك سي بلال عملت مغرفتين على السريع كيكا، ها؟ مغرفتين على السريع. به بلال هاك باش تاخذ راحتك تو صديقي، تمشي تو تركز معاك. مازالت في الصحن المقرونة ولا رجعت لل قدامي؟ مازالت. ما هي قاعدة تحكي معايا وتتغبن انت. وماذا بيك نعلق؟ ماذا بيك؟ قلت قدامي قدامي. مش ما تبردش المغرب. بلال مانيش نكثر عليك صديقي. سرعة العطسة رغم اللي عندنا شكون في الراديو لأن السرعة متاع العطسة نجم توصل 5000 كيلومتر في الساعة. شورة عنده عطسة خويا تسمعها في الوردية. قداش نجم تبلغ سرعة العطسة؟ بين 60 كيلومتر في الساعة، 160 كيلومتر في الساعة، ولا 260 كيلومتر في الساعة؟ 160 كيلومتر في الساعة صديقي. مبروك عليك الدور النهائي. برافو يا بلال. هاي فيس عبارة كلها لعبلك المقرونة برا. بلال نرجع لك بعد شوية، خلي تليفونك محلول. فرح على غالب يا فرح، جاتك الفرصة باش تختار. اخترت وصال ولكن اليوم حلمي في فورما. وصال مازالت ترودش. اي ما فرح خسرت ولكن فرح تتعاود ان شاء الله. اليوم كلمناك نجم تشارك مرة اخرى، مازالت اكيد باش تربح معنا يا فرح. نخلي لك كلمة الختام على شكون تحب تسلم يا فرح. نسلم على دارنا وكهو
واحنا نسلموا عليك برشا فرح ونسلموا على هيلينا الكل في القاسرين. ميرسي بوكو، تحيه كبيره ليك، وان شاء الله فرصه اخرى صديقتي حلمي بوزويتا ينتصر في الرونده الاولى. ما زالت الثانيه وما زالت الثالثه، ورد بالك يا حلمي. فما الفرنساوي يقول لك ريرا بيان. ها اتوال 600 اتوال 1 دي اس. ترتيحه صغيره مع البيوب راجعين. هذه ساعة 28 دقيقة على يفهم أحلى راديو مازال راسين معكم حتى للساعتين. إتوال 600 إتوال 1 دي اس، كود الفرحة، كود يوصلك للعشرين مليون كاش. كان اسمك خرج في القرعة الكبرى حلمي بوزويتا، وصل الشابي في روندة ثانية وفي تحدي ثاني. مباشرة نمشيو للزهرة لنجاة بن مبروك. عسلام لنجاة. لنا جيت، شنو حوالك؟ لاباس عايش. صحة بخير؟ لاباس عايش. زهرة لاباس؟ لاباس الحمد لله. هيا به حاضر المباراة لنا جيت. ان شاء الله ان شاء الله. هيا اقعد معنا لنا جيت، ما تعرفش تليفون، مشيو الحمامات. سي صادق السعيدي. عسلامة سي صادق. عسلامة. شنو حوالك يا صادق؟ الحمد لله لاباس. صحة بخير؟ الحمد لله لاباس. في الخدمة ولا في الدار صادق؟ لا في الدار. يا بيه فطرت امورك واضحه باش تقيل؟ بحرت ولا ما زلت؟ بحرت المره برك. مره برك عجيب. شنو هو بحذيك الحمامات راك البحر خط داخل على العرس. داخل على العرس ما حبي. ايوه يلم في السول. ايوه وزيد الله يا مدوم البحر هيج شويه يا اخويا. قاعد يستحفظ على البشره عمك الصادق. ها مستحفظ على الجمال عمك الصادق. ما لقيتش وقت جبه باش ايوه باش كي يلبس الجبه والدنيا والكذا ما يبداش برونزي. السؤال الاولاني يا صادق، الزوجه الخطيبه والزوجه توش تسمى الزوجه صحيح الزوجه قاعده تسمع ولا لا؟ لا مش قاعده تسمع. ما قلت ليش؟ ما قلت ليش في بلاش لعب على مليون؟ لا ما قلت ليش. بعد العرس يقول يحب يخليها مفاجاه. بعد العرس الجمل هذوما رد بالك قولوا شنو ياخذوا لينا. اي اي يا ما صادق الجمل هذوما بعد العرس رد بالك تقولهم. قال لك المليون باش ياخذوا انا ما سمعتش. اي مازال عازب لحد الان مازال يحق له. قال لي ها يا صادق انا جيت. سؤال سؤال 10 ثواني 10 ثواني اللي يعطيني ثلاثه اجابات صحيحه في اقل توقيت عنده حريه الاختيار، يا يكون ضمن فريق وصال ولا ضمن فريق حلمي. نبداو بك انت يا مدام نجات، اعطيني ثلاثة اجابات باقصى سرعة مدام نجات. السؤال يقول لا نجات. نعم. سميني ثلاثة حيوانات تعيش في الغابة. الاسد، النمر، الزرافة. برافو. لولاني شنو؟ الاسد، النمر، الزرافة. النمر، الزرافة. قدام الثانية السيدة المخرجة. سبعة ثواني. برافو مدام نجات، ثلاثة إجابات صحيحة. نمشي ولعمك الصادق. يا صادق. نعم. السؤال هذا يهمك برشا. باهي. خاطر الأكثر باش تستعملوا برشا. يلا صادق يلزمك تجاوب في أقل من سبعة ثواني. السؤال يقول صادق سمي لي ثلاثة ماكلات سريعة. ثلاثة شنو؟ فاست فود، ماكلات سريعة. ماكلات سريعة. ماكلة سريعة. مقلوب، بيزا، بانيه. صحيت. هما في الاخر. حافظهم حافظهم. خاطر الاكثر باش يستعملوا برشا ست. يضحك. فيهم اليوم باش يستعملوا برشا. هاي صادق في قدم ثانية يا صادق. خمسة عشرة ثواني. اوه يضيع برشا. هاي في الاخر جاوب. هاي مثال صادق ثلاثة اجابات صحيحة ولكن في عشرة ثواني مادام نجيت كانت اسرع منك. ايا لنجات. نعم. لنجات شكون تختار باش يعاونك يا لنجات، حلمي ولا وصال؟ شكون تحب يعاونك؟ حلمي. حلمي مادام نجات تختار حلمي. وصال معك العروس عمك الصادق. نمشي. مسؤوليه كبيره. سلاميه اسطنبيلي. يلا سؤال السرعه يهم وصال وحلمي. مادام نجات والصادق تقعدوا تسمعوا فقط
حلمي وصال السؤال يقول شنو هي القوة الخارقة اللي تجذب الأجسام من الأعلى إلى الأسفل؟ الجاذبية. الجاذبية، قانون الجاذبية. برافو حلمي. وصال جيت تحب تتعديه، انت تحب تتعديه، ما نعرفش علاش دبر راسك. يلا حلمي معك مدام نجات. يلا يلا نجات، 30 ثانية سؤال على نقطة مدام نجات. السؤال يقول قديش عدد الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ الاقتراحات 5 إمارات، 7 إمارات، ولا 9 إمارات يا مدام نجات؟ بي مدام نجات. نعم. عندك شي فكرة قديش عدد الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ هل هما 5، 7، ولا 9؟ على ربي، بل ما نعرفش، نقول على ربي. يقول قديش؟ 9. بيعنا أبو ظبي، دبي، عجمان، الشارقة، الجزائر. عنا أبو ظبي، عجمان، دبي، الشارقة، الفجيرة. بيه نمشي وتسعة على ربي كما قلت. جاوبني يا مدام نجات، 9. جاوبني. ترى نحسبوهم يا مدام نجات، عنا أبو ظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، عجمان، أم القيوين، والفجيرة. 7 إمارات. سبعة. إجابة خاطئة. سبعة إمارات، لكن المعروفين هما احنا ديما أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان. يلا ميسيرش مدام نجات، فرصة ضاعت. سؤال الأولوية مرة أخرى. حلمي وصال، يديكم على البزر. السؤال يقول شنو اسم الصندوقين اللي يسجلوا المحادثات بين أفراد طاقم القيادة في الطائرة؟ الصندوق الأسود. الصندوق الأسود. برافو يا حلمي. اشي خيرتك يا حلم، اشي خيرتك يا حلمي. شنو ماكل يا حلمي اليوم؟ اشني هي الحكاية يا حلمي؟ فطرت الصباح وليت نفطر الصباح. الصندوق الأسود. يلا مدام نجات، 30 ثانية يا مدام نجات. سؤال على نقطة. السؤال يقول إلا نجات، الصندوق الأسود، الصندوق الأسود متاع الطيارة يتصنع بزوز ألوان، شنو ما هما هالزوز الألوان؟ الاقتراحات الأسود والأبيض، وإلا برتقالي وأصفر، وإلا أحمر وأبيض. بيه مدام. نعم. شو الصندوق الأسود هذا يتصنع من زوز ألوان؟ تعرفش شنو ما؟ خلنا نسهلك، مهمش أسود وأبيض، هو اسمه الصندوق الأسود أما مهوش أسود. الأكثرية يكون برتقالي وإلا أصفر، مهوش أحمر أو أبيض. زد هاي على ربي مدام، برتقالي أو أصفر. أنا نعرف صندوق الأسود. لا هو مهوش أسود، هو برتقالي أو أصفر. هاي. هذه متأكد منها. التوقيت. امشي معايا مدام. مش تتبعوا اللي نجيت، مش تتبعوا. أنا نعرف صندوق الأسود. يا مدام. وانتهى التوقيت. اللي نجيت الاقتراحات هما أسود وأبيض، برتقالي او اصفر، ولا احمر وابيض. الصندوقين من شنو الالوان نتاعه؟ هاي مش تتبع حلمي. حلمي قال برتقالي او اصفر. اصفر. الاقتراح اللي فيه الاصفر. أصفر. متاكده ان شاء الله. ان شاء الله الصندوق الاسود. تنفس السعداء حلمي بوزويته. الصندوق الأسود يتصنع بزوز ألوان وهما الأسود والأبيض، برتقالي أو أصفر، وإلا أحمر وأبيض. وصال حاسك أنت أسود وأبيض اليوم. ليه ليه؟ نواري بلون اليوم. هكا ماهوش يتسمى صندوق اسود على خاطر فيه كما يقول المحادثات السريه اللي تصير. لا لا اما هو اذا كان اللي عندي اما هو اذا كان اسود ما عادش يراوك يا عبد اللون يحبوا يطلعوا باللون الاصفر والاحمر يتشاف اكثر. برتقالي واصفر. برتقالي والأصفر. برتقالي او اصفر هو الجواب الصحيح. برافو حلمي. برافو مدام نجات اللي تبعت حلمي. برافو مدام نجات اللي تبعت حلمي، هو برتقالي واصفر لتسهيل العثور عليه، خاطر يبدا في وسط لوسيان ولا في وسط بحر من البحورات دونك، ولا في غابه زاد كيف كيف. وما اللون اللي
يجذب دونك البرتقالي او الاصفر. نقطة اولى المدام نجاة وحلمي، ما زلنا صفر من النقاط. السادوك العروس ووصال، يلا سؤال الاولوي مرة اخرى وصال حلمي. السؤال يقول له: من اي مادة تتكون انياب الفيل؟ لا فار 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 لا لا فار لا لا فار شنو فار ضغط على البزر قبل ما نكمل السؤال. يلا يا وصال شنو مسامحينك يا وصال؟ ايش على خاطر ينزل قبلك؟ هو التكنولوجيا تقول هكا، كي ينزل هو قبلك تشعل حتى بجزء من الثانيه، وصارفين عليه احنا دم قلبنا وعنا 200 سنه نخدموا به، والبيلات جدد شنو نجم نعملوا لك اخر وصال؟ بيويو كيما يقول. علاش اهل بيلات مازلت راجع جديد الرودج انا هكا؟ لا لا ما تعمليش خانه ذريعه قالت مسحوره. ذريعاتك بنيتك حلمي ضرب بالغالط، اما ضرب قبل ما قبل الوقت. دونك لا وصال عندها الاجابه. يلا صدوك. نعم. يا صادق جاك كادو هناني بناني. ان شاء الله. ركز يا صادق، معك وصال تتشاوروا تعطيوني الاجابه قبل ما يوفى التوقيت. السؤال يقول له: يا صادق منين يرجع اصل الرقصه اللي اسمها التانجو، رقصه التانجو منين يرجع الاصل متاعها؟ الاقتراحات: هل هي رقصه مكسيكيه ارجنتينيه والا تركيه؟ التانجو مش امك تانجو، راه امك تانجو نحكيو على التانجو. عندك الاجابه مكسيكيه؟ انا نستبعدها المكسيكيه، نمشي في الارجنتينيه اكثر. نعرف اي نعرف اللي هذيك. يا صادق اعطيني الاجابه باش تتبع وصال. ارجنتيني. ايوا باش كي يحطوها لك في الـ في الـ في العرس العرس نتاعك وتعرف روحك عاد تشطح مكسيكي ولا تشطح ارجنتيني. ها وتعرفش كيفاه حط بومزيود وصايب عليك ما هفلها كان التونسي. لا لا حتى هي ماهيش خايبه بهاقة. رد بالك زاد يحطوا لك كل الصادق بالله معناها صار دم قلبه باش يبدا يشطح، والعروسه تاك الروب والتاج والدنيا هو يدور فيها كيك. يا سي وليد قول له رد بالك يحطوا لك كالرقصه البرازيليه زاد هذيك. لا لا السامبا. لا يا خويا دخلنا فيها وما احنا شويه بومزيود شويه حضره هكا ولا يا صادق؟ منين يرجع اصل رقصه التانجو يا صادق؟ مشيت للمكسيكيه بدلت لك رايك وصال قلت لك لا ماهيش مكسيكيه هي ارجنتينيه، والاجابه صحيحه. السخانه عامله في الناس كل يوم. تعديوك الايامات راه قالوا المخرج شد هالفار. إجابة صحيحة هي أرجنتينية، إجابة صحيحة، برافو وصال. عندك نقطة، نقطة التعادل، باش نمشيو لكيستيون باراج، السؤال اللي باش يفصل فعليا المباراة. إذا كان واحد من الكرونيكور خذا الأولوية، المتباري اللي معاه جاوب صحيح مبروك عليه الدور النهائي، جاوب غلط أوتوماتيكمون الفريق المنافس يمر للدور النهائي. حاضر سي حلمي؟ إن شاء الله حاضرين. حاضر الله وصال؟ إن شاء الله. يلا سيدي نمشيو مباشرة الكيستيون باراج. السؤال يقول: ما هي عملة فلسطين قبل الاحتلال؟ جنيه. جنيه الفلسطيني، جواب صحيح، برافو. الجنيه الفلسطيني ان شاء الله ربي يخفف عليهم وان شاء الله ربي ينصر اهالينا في غزة. يلا يا وصال معاك العروس. ايوا العروس. صادق. ايوا صدوك. نعم. رد بالك خويا السؤال هذا راهو كيما يقول سي عبد الرزاق الشاب رزوقة سؤال خطير. سؤال خطير. قول لي علاش؟ علاش؟ خاطر كان جاوب غلط اوتوماتيكمون مادام نجات تمر للدور النهائي، دونك ركز خذ وقتك. عندك 30 ثانية يا صادق، راك على باب عرس. وقت العرس صادق؟ 6 سبتمبر. مازال بكري. يا من توا متخبي في الدار انت صادق وخي، معناها ما تنجم راهو معناها تعوم وتتبرنزا وتتقشر وتتقشر وتمشي الحمام والدنيا كلها. شمس قوية، شمس قوية، شمس قوية. خايف خويا، خايف على الجمال. عمك صادق عندك حق يا خويا، دار الانساب صعاب مالا. ايوا انا جينا هش. يلا صدوك معاك وصال يا صديقي. السؤال يقول:
الدولة الموجودة على حدود فلسطين من الشمال؟ هي الاقتراحات لبنان، مصر ولا العراق؟ عندك لبنان. الإجابة لبنان. أنا معك لبنان. لبنان شنو هو؟ لبنان. جاوبني هي؟ جاوبني هي يا صادق. لبنان. جاوبني هي صادق. أيوة. وين شهر العسل يا صادق؟ الشارع الحمراء هذا فين؟ في جربة. وين ماشي؟ الجربة. جربة. أيوة معلم معلم عمك صادق. باهي باهي، مليون زادة في جربة يفرحت إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. الدولة الموجودة على حدود فلسطين من الشمال بين لبنان، مصر والعراق؟ حلمي بوزويتا المقولة اللي نحبها برشا أنا وتعجبني، العبرة بالخواتيم. أكيد أكيد، مازال الفينال. العبرة بالخواتيم، مازال الفينال. صدق. نعم. الدولة الموجودة على حدود فلسطين من الشمال بين لبنان وإلا مصر ولا العراق؟ اخترت لبنان والإجابة صحيحة. برافو صدق، مبروك عليك الدورة النهائية صدق. هاي خلي تليفونك محلول صدق. أيوة نتقابلوا بعد شوية صادق، مدام نجيت الله غالب، مدام نجيت جاتنا فرصة من الأول يعني، ولكن إن شاء الله تشارك معنا مرة واثنين وثلاثة. مدام نجيت نخلي لك كلمة الختام على شكون تحب تسلم اللي نجيت. أي نسلم على بناتي، على أمي، أي ربي يفضلهم، على بابا وعلى خياتي كل، وإحنا نسلم عليك برشا مدام نجيت، ونسلم عليهم إتوال 600 إتوال واحد دياز. بعد شوية تجيكم لميسم في الانفوترا فيك حلمي بوزويتا، تنهزم في روندة ثانية، ولكن مرة أخرى العبرة بالخواتيم، وكما يقولوا مازال الفينال، مازال الفينال. ترتيحة صغيرة مع البيوب رجعينا. ماضي ساعة 47 دقيقة على فم أحلى راديو، مازال نواصل معاكم للساعتين إتوال 600 إتوال واحد دياس، نواصلوا الفينال الدور النهائي بين بلال ميساوي 42 عام من غير الملح، وسي صادق السعيدي 36 عام من الحمامات. بلال كملت صحن المقرونة؟ ارتحنا. صحة وبالشفاء. حارة جات ولا كيكة برا؟ موزوزة 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 شو زيدي نشط. ايوة صادق. عم اي سي صادق، حاضر للفينال؟ حال حال صاحي موجود. كيف عملت شيف موجود؟ عملت شيف مو باقي في جو سبور مزانا. اكاو اكاو. اي سي صادق وسي بلال، بما انه صادق شاركت مع وصال وبلال شاركت مع حلمي، نورمال مو ما نعودوش القرعة، ولكن عندكم الحق تستعملوا حق الفيتو. بلال تحب نواصله؟ يقول لك انا اخويا تبديل السروج في راحة، فما اللي يقول لك ينبدل لحية بلحية، ينبدل لحية بلحية. خليني اخويا خليني صاحبي. حاب يتواصل مع سيحن به صدق؟ لا خليني خليني تناجم تستعمل الفيتو يا صادق. لا لا خليك خليك ونعودوا القرعة. تواصل مع ويسال؟ ماي واطلع ويسال. تواصل مع ويسال به. دونك بلال مع حلمي، صادق مع وصال، ليكيبات قاعدوا كيف ما هما زي ما انت يا ام اسماعيل. يديكم على البزار. اذا سؤال السرعه، وصال حلمي بوزويتا، شكون باش يكون اسرع على البزار؟ النقطه بحسابها في الفينال. السؤال يقول له، شنو هي اكثر ماده مضره وتسبب الادمان في الدخان؟ صحيت وصال، اللي هو نيكوتين. نيكوتين احسن يا وصال. هاك نزل هاو يخت الحمد لله. استفاقة المحاربة. استفاقة المحاربة ورد بالك من المرأة كي تستفيق. مش قلت لك زي بس انتقم هي؟ ماني قلت لك هي قد جاءت للانتقام. وهذا غيظ من فيض يا سي حلمي، ما شاء الله تبارك الله. قالت لي قالت لي في الكواليس هذا غيظ من فيض، ما شاء الله. يلا وصال معك العروس، عمك صادق 30 ثانية. يلا يا صادق وعامل يشوف ما قال لك، أمور واضحة. 30 ثانية صادق، يديكم يديك على البزار بيان سور وصال، تتشاوروا وتعطيوني الإجابة قبل ما يفوت التوقيت. السؤال يقول،
في أي مدينة موجودة الساحة الحمراء؟ في أي مدينة موجودة الساحة الحمراء؟ الاقتراحات: لندن في موسكو، ولا لندن، ولا برلين يا صادق يا باهي؟ برلين. أنا متشكة الحقيقة، خاطر الساحة الحمراء دي صارت فيها مذبحة ولا حاجة. أني لا نسلك، ما عندي في بيلي موسكو. في بيلي موسكو، موسكو لليوم ما موجودة الساحة. ألوغ نمشيو في موسكو. نايتي ما عندي باش نعاونك. هاي هذه عندي عليها فكرة المعلومة. يا صادق بدلت رأيك. موسكو موسكو. شنو انت في ثانية تبدل رأيك؟ متشاور معاه. ها؟ ما عندي شك فيها لخاطر. حتى من البني يظهر لي التوا فيه اللون الأحمر حاجة هكا في نفس الساحة. موسكو ها؟ يا صادق. جاوبني إيه يا صادق؟ جاوبني إيه جاوبني إيه. 20 استنى ساعة. شكون بحذاك؟ شكون هذا؟ نفهم أنا ما عاد فاهم شيء. شكون بحذاك يا صادق؟ حتى عاد بدوي يا خويا. آخ خوك قلوا نقص شوية في المباشر. صادق في أي مدينة موجودة الساحة الحمراء بين موسكو لندن ولا برلين؟ عمك الصادق اختار لندن. لا اختار برلين من الأول. أي برلين هو اختار. اختار برلين ولكن وصال قتله لا موسكو، وهي الساحة الأكثر شهرة، وهي على شكل مربع. كيف هذا المخرجة قالت لي ريد سكوير بالانجلي ريد سكوير يا المخرجة خليتها تحكي عربي يعني. هي رجعت تقيتها انجليز. ما هو عملت ستاج مع ايمن طيب، تحية لها. ايمن طيب ماك تعرف قارية انجلي مؤخرا فلذي تحصل على الاجازة في الانجليزي. ما شاء الله عليها. هاي ريد سكوير اجابة صحيحة. موسكو. برافو يا صادق. برافو وصال. برافو وصال اللي بدلت له رايه، كان ماشي لبرلين بدلت له الطيارة في اتجاه موسكو. إجابة صحيحة. سؤال البزور مرة أخرى يا حلمي بوزويتا. هذا اللي عرفت أنا لازمني لنا نركز شوي. يا فرستك صديقي باش تعادل النتيجة والزلقة فلقة، وإلا وإلا عمك اللاوسال اللاوسال تمر وقتها مباشرة للحصول على الألف دينار هي وعمك صادق. سؤال لولوية. السؤال يقول: يلا حلمي وسال، شنو اسم التوقيت العالمي اللي يحمل اسم مدينة بريطانيا؟ ما زلت ما كملش بالوقت. غرينيتش. غرينيتش بري غرينا غرينا بريحة أخرى. نشكون بريحة أخرى. بريزيل. بريزيل. نشكون بريزيل. نشكون ما استنيه مني نجم نتعثر أنا في السؤال، نجم أنا نكح في السؤال، نجم أنا جيني العطسة ذيك متاع 160 كيلومتر في الساعة العطسة متاعها زي كيف كيف نجم نعطس نقول الحمد لله ونكمل السؤال. طبعا على ذلك احنا حطينا لوبليغاسيون بتاع نكمل سؤال. دونك ستتعاقبين صديقتي وسال. حلمي بوزويتا الاولويه عندك انت صديقي بما انه شد الفار لوسال. يلا يا بلال. يا بلال 30 ثانيه باش تعدل النتيجه. صديقي بلال السؤال يقول: شنو اسم المهندس اللي صمم وبناء برج ايفل؟ برج ايفل. اقتراحات: فرانسوا إيفيل، ولا غوستاف إيفيل، ولا أنريك إيفيل. غوستاف إيفيل. غوستاف إيفيل. برافو يا بلال. أنا مش قولك العمد عليك أنت، فأنت تبارك الله معناها صح وبشفاء. فطرت فطور كامل. أنا ما فطرتش، مازلت فطرت كان فطور الصباح. مادام عندك غوستاف إيفيل نمشيو في غوستاف. أي جاوبني يا بلال. بلال. شنو اسم المهندس اللي صمم وبنى تور ايفل برج ايفل بين فرانسوا ايفل ولا غوستاف ايفل ولا انريك ايفل؟ اخترت غوستاف ايفل يا بلال. عندك الاجابه ولا جاوبت بالزهر يا بلال؟ لا عندي عندي لي عندي. ذي عنده. اسم المهندس اللي صمم وبنى برج ايفل هو غوستاف ايفل، والإجابة صحيحة. برافو يا بلال. برافو يا بلال.
التوريفيل وما أدراك ما التوريفيل. برافو بلال، نقطة التعادل 1-1 من المباراة هذه على أشدها. والله صراع محتدم ما شاء الله. الصراع صراع خطير. وصلنا لنقطة النهاية، النقطة البراج. اللي لا مش براج، مازال ماهوش براج، عنا 1-1 نقطة نقطة. ولكن سؤال اللي باش يفصل المباراة، إذا كان وصال ولا إذا أنت خذيت الأولوية عندك فرصة أكثر أنه المتباري اللي معاك يفوز بالألف دينار. باش نبدأ معاكم مركز okay. يديكم على البزار، باش لا تقولي لا هاو بزار، لا تقولي يعني زربت لا ما زربتش لا كذا. ركزوا، السؤال يقول إلى أي صنف من الحيوانات تنتمي السلاحف؟ زواحف. زواحف، جواب صحيح. الزواحف احسنتي يا وصال. ها شنو مش حيوان من شنو نبات؟ من الزواحف يعني. من الزواحف حيوان، حيوان من الحيوان تم الزواحف. قالوا مش حيوان. ميرسي. مش قلنا شنو نباتات. هيا وصال خليني، مازلت الرودج انا، مازلت الرودج. قد ليه مش حيوانات من الزواحف؟ حول ولا قوة الا بالله. الحمد لله ما قلتهاش قبل، ولو اني بيلا نقبلها الإجابة. ما ننساش. ليه عاد شنو يا ولدي؟ كان قلت لك الحمد لله أحمد ربي ما قلتهاش قبل ما تعطيني الإجابة. باغ إكزومبل كي تخيل قلت لي راه ماهوش من الحيوانات راه من الزواحف. والله لا نقبلها. بربي. أما هكا هو. الحمد لله. يا صادق. نعم. مركز يا صادق. مركز. يا ودي راك على باب عرس. إن شاء الله. أيوة هاي صادق معك وصال 30 ثانية. السؤال يقول له وصال، في أي عصر عاش أبو العلاء المعري؟ أبو العلاء المعري، الاقتراحات الفاطمي، العثماني، ولا العباسي؟ العباسي. العباسي. أبو العلاء المعري اللي سيته غفران أجواء إليك الكل. أنا ما تغذر ليش ما عندي فاش ننفعك بنيت. سي صادق. نعم. نكملوا مع بعضنا في نفس الإجابة. نعم 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 نعم. صدوك جاوب نهائي. تبعها نهائي. نهائي يا صدوك. نهائي. في اي عصر شيء مصر انه الزوجة ولا نسيب ما يسمعوكش وانت ده ها؟ ما سمعتكش يا ابي يا صادق. فرديف. هما فرديف. تحية لجماعة رديف. تحية لاهالينا الكل فرديف. عندنا مرسلنا في قفصة تنوسيوه يوصل المعلومة. يوصل المعلومة. في أي عصر عاش أبو العلاء المعري؟ بين الفاطمي، العثماني، ولا العباسي؟ اخترت العباسي. مبروك عليك يا صادق، 1000 دينار كاش من هدية اتصال تونس. مبروك عليك صادق. مبروك عليك يا صادق. حبيبيك بالقلاو فيك. عايشك صادق، سلام عليك برشا بلال. انت زاده مبروك عليك بوندا شا قيمته 100 دينار من هدية اتصالات تونس. مبروك عليك يا بلال. مبروك يا بلال. ان شاء الله فرصه اخرى بلال، وان شاء الله نشوف اسمك في القرعه نتاع ال 20000 دينار. حلمي بوزويته. ميرسي بوكو. ميرسي بوكو وصال. محمد شيحه العظيم ميرسي بوكو في الاعداد، وشهر كامل بلاش بيا وهو تبارك الله يسول ويجول. ميسي ميرسي بوكو زاده على التنسيق. عزه تواتي في الاخراج سليم. شكون اخر عنا اليوم؟ سفيان. سليم وسفيان تحية كبيرة ليكم فريق FM TV وديجيتال. نتلقى غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت. رخصنا الناس كل، باي باي.